موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا ومهما الأيام تقسى الأيام مساء الخير سادة المشاهدين، نرحب بكم من خلال تلفزيون المغرب العربي الكبير. مساء الخير شيماء. مساء الخير سي حمادي. مساء الخير مشاهدين تلفزيون المغرب العربي الكبير. اليوم انا كنبغي نوجه التحيه لجميع المشاهدين، وكذا كنوجه الشكر والتحيه لاصحاب مقهى زفير اللي حنا متواجدين فيه اليوم، اللي منه غادي نقدموا لكم حلقات اليوم. اذا حنا هذا الاسبوع اسبوع المولد النبوي الشريف، بهذه المناسبه كنقول لك مبروك العيد سي حمادي. شكرا شيماء. على المشاهدين الكرام عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. حنايا بمناسبه هذا الاحتفال مشينا شفنا شنو اراء الجاليه المسلمه بهذا، كيفاش الجاليه كتحتفل بهذا العيد، وكذلك خدينا الجانب التقليدي والجانب الديني، يعني شفنا كيفاش الحفلات التقليديه كتكون هنايا في كندا، وكذلك اراء بعض الشيوخ من جمعيات اسلاميه طبعا. نعم، احنا قمنا بجولة وقمنا بكذلك لقاءات مع أفراد جاليتنا اللي عرفونا كل بلد من الجزائر، من تونس والمغرب وكذلك لبنان وبعض البلدان العربية كيف يحتفلون بهذه الذكرى السعيدة من ناحية التقليدية، هذه الحلويات وهذه الزينة في البلد وإلى آخره، كيف يعني تقام هذا الاحتفال من ناحية التقليدية. أما من ناحية الدينية التقينا بالعديد من الشيوخ من جاليتنا الكريمة، وكل شيخ قدم لنا هذه الذكرى بطريقته الخاصة من ناحية الدينية، وفعلا ممتازة جدا، ونشكرهم على المشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. وما ننسوا الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة موريال اللي يشرف عليها السيد بسام دربال رئيس الجمعية، وكذلك بالتنسيق مع السيد أحمد بدرة قاموا بنشاط ممتاز جدا، وقاموا باحتفال كبير جدا في مدينة موريال بالأحرى في مدينة لافال، وبحضور أكثر من 2000 شخص، يعني ما شاء الله سنويا يكون العديد من الناس. ومن ضيوف هذا الاحتفال كانوا العديد من الشخصيات الكندية والكباكية وكذلك البلدية متواجدين، وقدموا العديد من الكلمات، كذلك تهنئة للجالية والأخوة اللي كانوا متواجدين. وفرقة المشاريع الإسلامية، هذه الفرقة قدمت تراتيل ممتازة جدا بهذه المناسبة السعيدة. وشو رأيك شيماء لو نعمل جولة في مدينة موريال ونشوفوا كيف تم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ طبعا نشوفوا بالضبط. موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا. تطل على المسلمين في 12 من ربيع الأول من كل سنة ذكرى عطرة طيبة، ألا وهي ذكرى مولد حبيب الحق وخير الخلق
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المسلمين في جميع بقاع الأرض على الاحتفال بهذه المناسبة. وأسرة برنامج المغرب العربي الكبير تهنئ الجالية العربية والإسلامية في مونريال وكل ربوع كندا وفي كل مكان في الأرض بهذه المناسبة السعيدة، ألا وهي ذكرى مولد سيد الخلق نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عسانا أن نجتمع جميعا على محبته بإذن الله تعالى. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآك فجد بعطاء ينفعنا. محمد حبك يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا ويكرمكم بما يكرم به عباده الصالحين، ونسأل الله تعالى أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أي من قبيلة قريش وهم أشرف قبائل العرب. ولد في مكة المكرمة في عام الفيل، ثم نزل عليه الوحي في مكة المكرمة وكان عمره 40 سنة. ثم بعد ذلك 13 سنة أمره الله تبارك وتعالى أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ففعل هذا اتباعا لأمر الله صلى الله على سيدنا محمد. ثم لما وصل إلى المدينة المنورة بقي فيها 10 سنوات، ثم توفاه الله في منزل زوجته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ثم دفنه المسلمون حيث مات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فهو عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة تقريبا، منها 23 سنة في النبوة، وكان صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق. الله تعالى في القرآن الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء: إذا كانت هذه الأمة أفضل الأمم، وهذه الأمة لا شرف لها إلا بنبيها، دل ذلك على أن نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآك فجد بعطاء ينفعنا. محمد حبك يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الفرصة الطيبة السعيدة المباركة على الأمة الإسلامية جمعاء من مشارق الأرض إلى مغاربها، للأبيض والأسود، للأحمر وللأسود، للعربي وللأعجمي، أنتهز هذه الفرصة، هذه الفرصة السعيدة بمناسبة المولد النبوي الشريف لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو حدث بأتم معنى الكلمة، هو مناسبة، مناسبة عظيمة ذات أهمية وذات مكانة في تاريخ هذه الأمة المباركة التي تعود إلى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ميلاده صلى الله عليه وسلم هو ميلاد الإسلام، هو ميلاد الخير، هو ميلاد الرحمة، هو ميلاد العدل، هو ميلاد الإسلام. الإسلام هو السلام، هو الرحمة المهداة، كما عبر عنه كتاب الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالطبع، عندما نقول أو نتذكر
هذا الموعد العظيم، هذا الموعد التاريخي، هذه المناسبة، هذا الحدث بميلاده صلى الله عليه وسلم، نتذكر كتاب الله سبحانه وتعالى وما أنزل فيه من معاني سامية ومن معالم ومن أحكام ومن شرائع للإنسانية جمعاء، استظلت بها الإنسانية على مر التاريخ، على مر أكثر من 14 قرن، استظلت برساب ظلال الإسلام الحنيف، هذا الدين المبارك. عندما نقف عند ميلاد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقف عند سيرته الطاهرة الطيبة الكريمة في أقواله وأفعاله وتقاريره، في حياته الخاصة، في حياته العامة، في حياته الدعوية، وهو يبلغ هذه الرسالة، وهو حريص على تبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى، كلمة الخير، كلمة العدل، وهو حريص صلى الله عليه وسلم على بث الخير وقيم العدل وقيم الخير وقيم التسامح والرحمة بين الناس جميعا. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآك فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمنذ وصول الفتوحات الإسلامية إلى المغرب العربي والناس على تمسك تام بمبادئ الإسلام، سواء كانوا عربا أو أمازيغ، فهم كما كان أجدادهم سنيين أشعريين. وبعد تأسيس جامعة الزيتونة كأول جامعة إسلامية في تونس، تأسست في تلك الربوع نواة لأهل السنة، أسست على إثرها جامعة أخرى بجامع القرويين بفاس بالمغرب. وبسبب هذين القطبين شع علم أهل السنة الذي هو مفتاح الجنة. أما المذهب السائد فهو المالكي، وقد كان الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ورضي عنه لا يركب بالمدينة دابة، وهذا فعل أحدثه الإمام مالك، لم يفعله الصحابة الذين هم أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يرى الإمام مالك بأسا في فعله، ولم ينكر عليه أحد من العلماء ذلك. قال القاضي عياض المالكي السبتي في كتاب الشفاء: كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة، وكان يقول: أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. إذن فأتباع هذا المذهب هم من يعمر تلك الديار الطيبة، وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم نشأوا وترعرعوا. فلا غرابة إذن في استعدادهم قبل وقت طويل لإحياء المولد النبوي الشريف، فقد كان الناس يحتفلون بهذه المناسبة ويعبرون باحتفالهم عن انتمائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أيام دولة بني مرين والمرابطين والحفصيين، وفي عهد بني زيان في تلمسان، وعلى عهد ولاة الخلافة العثمانية، وأيام الدولة المعاصرة أيضا. فأحياء المولد متأصل في العمق التاريخي والثقافي والديني، ناهيك أن أول علماء أهل المغرب الذين ألفوا في جواز الاحتفال بالمولد هو الحافظ ابن دحية المغربي، وكتب مجلدا أسماه التنوير في مولد البشير النذير. ومن علماء المالكية المعتمدين في المغرب الشيخ البناني، علماء طنجة وسلسلة السادة الغمارية، والإمام المراكشي، دون أن ننسى علماء جامع القرويين بفاس. أما من الجزائر فهناك عبد الحميد بن باديس والعربي التبسي، ثم العالم الولي الزاهد الشاعر الذي أفنى عمره في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدي الأخضر بن خلوف دفين مستغانم. وأما في تونس فإن مشايخ الزيتونة يتقدمون المحتفلين، بل وهم الذين يلقون محاضرات قصة المولد في مساجد البلاد. أنا من سكان موريال،
أصلي جزائرية من بجاية، مدينة بجاية. احنا في كل احتفال المولد، في كل ذكرى المولد نحسه بالاحتفال قبل بأسبوع أكثر، تبدأ برا المفرقعات وأجواء الفرحة ويزينوا الشوارع وينظفوا المساجد وينظفوا المقابر ونهارة الاحتفال يحنوا البنات صغار، ونهارة الاحتفال الناس تحس بالفرحة في كل بلاصة، الناس تحضر تدير الحلو، خاصة الطمينة، معروفين بالطمينة في يوم المولد، ويطيبوا الكسكسي، كل أغلب الناس يطيبوا الكسكس، والناس تجمع، يجمعوا في دار أكبر واحد في العيلة، الجد، الأب، الأخ الكبير، يجمعوا في الدار ويأكلوا انصامبل، وفي السهرة يديروا حفلة، الناس خاصة النساء يمدحوا الرسول، يقعدوا يمدحوا، يديروا الدف ويمدحوا الرسول، والولاد والرجال يروحوا المساجد، في المساجد كاين مسابقات قراءة قرآن، ترتيل قرآن، حفظ القرآن، ويعطوا يوزعوا الهدايا، والناس تاخذ الماكله والحلول للمساجد، يفرحوا الاولاد. انا فراس من مدينه طرابلس بلبنان. المولد بطرابلس له نكهه خاصه جدا. اولا الاحتفال بالمولد ببلش من منذ بدايه، من لما ببلش شهر الربيع، يعني بتبلش بتحس بالتحضيرات بالشارع، الاعلام الملونه الزينه، اليافطات اللي فيها شعر بمدح النبي، المآذن تصدح منذ بداية الشهر بالموشحات الشامية المشهورة المعروفة بالمنطقة عن المولد وعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من قبل بشهر، فبتحس حالك بالشوارع وكأنك في عرس. أما يوم المولد، يوم المولد على الصعيد العام كل شارع بتمشي فيه إلا ما تتضيف، حدا بيضيفك بونبون، حدا بيضيفك لمونادة، حدا بيضيفك عصير حبا برسول الله. أنا بتذكر لما كنا صغار كنا نعمل هيك مثل البسطة على زاوية الشارع، نجيب نحن الشباب نجمع منا ونشتري بونبون ونشتري عصير ونوزعه للناس، للمرة، للسيارات، ونوقف السيارات نعطيهم حبا بالرسول عصير وبونبون وإلى ما هنالك. هذا بالصعيد العام، عفوا بصعيد المنطقة الصغيرة يعني الشوارع. أما صعيد المدينة ككل، حتى يعني البلدية بتنظم مسيرة بيوم المولد بيشارك فيها كل فعاليات البلد، بيطلع عنا كل الجمعيات الكشفية مع فرق عزفهم، بيطلع فرقة الدفاع المدني، فرقة الإطفاء، بيطلع عنا فرقة الخيالة، بيطلع عنا الإسعاف، بيطلع عنا كل بهالمسيرة بيطلعوا. حتى في شيء مميز واللي هو بيترك أثر كبير بذهن الأطفال وبذهن الشباب، اللي هي فرقة النوبة، بتترك أثر كبير. ليش؟ لأنها بتعمل رهجة. فرقة النوبة هي في مجموعة من الشباب معهم طبول وسنوج من النحاس، بيطلعوا بالشوارع ويبلشوا يذكروا ويمدحوا بأعلى صوتهم، الشوارع بتمتلئ بأصواتهم وبقرع الطبول ومدح النبي عليه الصلاة والسلام، فبتعمل رهجة كبيرة عند الأولاد، بدلة محفورة بذاكرتهم لا يكبروا. على الصعيد الأضيق من هيك، العائلات والأسر إذا بدك، بيوم المولد العائلات بتجتمع عند كبير العائلة، الجد أو الجدة، وبيعملوا وليمة كبيرة، غدا كبير من ألذ المأكولات، وبعدين بيقدموا الحلو. هون في عادات ببعض الأكلات مثل أنواع الحلويات بيعملوها بالمولد. من زمان يعني بتذكر جدتي مثلا كانت تعمل قمحية. القمحية بتعرف تاكل شوية شغل، يعني هي أكلة فيها قمح وحمص ودجاج لذيذة، بيعملوها بالمولد بهذه المناسبة. هلأ بعصر السرعة، فبما أنه بده الشغل وكذا، صاروا بيعملوا رز بحليب، بيعملوا مهلبية، وكلهم لذيذين وكلهم طيبين. والميسوري من أهل البلد بيدبحوا خواريف بالمولد. إذا بدك تنتقل بقلب طرابلس القديمة، لأنه طرابلس مدينة تاريخية، مدينة من أيام المماليك، ففيها تقاليد وعادات كتير. إذا بتنزل بقلب الأسواق القديمة بطرابلس، في مثلا منطقة اسمها بالسوق اسمها بركة الملاحة. بقلب السوق في بركة ماء، يوم المولد هيدي البركة بيشيلوا منها الماء، بيفضوها وبيغسلوها منيح وبيجهزوها وبيملأوها بتنتلي بها عصير الليموناضة، اللي هو حامض وسكر وماء، يعني عصير لذيذ بيكون بارد، بيملوها كلها عصير ليموناضة، وبيحطوا أكواب العالم هي ومرأة بتغرف بالبركة وبتشرب عصير الليموناضة حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما تفضى بيعبوا، كل ما تفضى بيعبوا حبا بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني هذه هيك بلمحة سريعة عن طرابلس
بالمولد، وإذا بدي كمل حكي يمكن ناخذ كتير وقت، لكن هيدي هي طرابلس. يعني كل عام وأنتوا بألف خير. أنا اسمي كارين، من مديرة الأكاديمية كولتورال دو لافال، دونك مدرسة بالمدينة لافال بالكندا، ومن أصل تونسي وحذيت من مدينة بنزرت. واليوم حبيت أن يعني جو بارتاج شوية التقاليد اللي تعملها البنزرتية في بمناسبة المولد النبوي الشريف. فاحنا في بنزرت يظهر لي كما كل المدن في تونس، اول حاجه نبداو اي ما تقبل نبداو نزينوا البلاد، خاطر هذا احتفال كبير عنا عزيز علينا على قلوبنا. نزينوا الشوارع ونحضروا. فتحضير البنزرتي اكيد عندك العصيده نوعين، عصيده زقوقو ما شاء الله اللي هي يظهر لي خاصيه من خاصيات التوانسه، دونك عصيده زقوقو نبداو نحضروها، نبداو نشريوها، الصغار يمشوا مع امهاتهم باش يحسوا بالفرحة اللي فما بقدوم المولد النبوي الشريف. وعندنا العصيدة العربي اللي حضروها الصباح وقت اللي نقوموا بعد ما هذه نوع من الحلويات، نعم يعني حاجة حلوة. العصيدة زقوقو يعني كيما الكريمة، كريمة بالزقوقو اللي هو نوع من الفاكهة نجم نقوله، مع سيدة بيضة يعني كريم باتيسير. نزينوها، الأولاد صغار يشاركوا الأمهات على خاطر احنا يهمنا انه التقليد يتعدى من أم للولادها. والعصيدة العربي ذيك الصباح كي نقوموا بعد ما الناس تمشي تصلي وترجع، واللي يمشي يزور معناتها العائلة واحد نرجعوا اون بارتاج هذيك مع بعضنا، ومن بعد نمشيو ناخذوا كصحيفة فك القفة ونمشيو نزوروا الأهالي والعائلة، نمشيو نزوروا الأصدقاء ومعناتها ونحتفلوا بالطريقة هذه. يعني في تونس نذكر هنا في المولد نسكروا المدارس، نبداو نلبسوا ونخرجوا وفرحة، وسبحان الله يعني شيء عزيز علينا برشا. السلام عليكم، سعيد من المغرب، نتمنى لكم عيد مولد نبوي سعيد. أنا نتكلم على بعض العادات والتقاليد خاصة بالعيد المولد بالمغرب. والمغرب بصفة عامة هذا عيد مهم جدا، وليلة العيد في تقريبا في جميع المساجد تكون هناك بعض الأمداح قراءة القرآن، والخاصية أن مع قراءة القرآن في هذه الليلة هناك تنشد أمداح نبوية الليلة كلها. في العادات والتقاليد هو كما قلت عيد مهم، فهو عيد يعني جوغ فيغييك يعني يوم عطلة، والناس الأولاد نشتري لهم الملابس الجديدة وتلبس الملابس صباح العيد. الأكل ما فيش أكل يعني خاص، في اللي يعمل دجاج، في اللي يعمل البط، بصفة عامة ما فيش أكل خاص. والخاصية اللي العيد المولد بالمغرب هو خصوصا بمدينة سالة. مدينة سالة بالمغرب هي قرب مدينة الرباط، كتعرف ما يسمى بموكب الشموع، وهذا موكب الشموع هو يديروا يعني دي فورم، يديروا بعض يعني الشموع ويلفوا بها في مدينة سلا. وهذه عادة قديمة من تقريبا من سنة 1550، وهذه عادة دخلت المغرب، أظن أنا دخلت من تركيا. دونك يعني أن المسألة الخاصة هي خصوصا في هذه مدينة سلا اللي فيها موكب الشموع. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآكم فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحن في شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو شهر عظيم لما فيه، لما يحمل من دلالات وإشارات وبركات في ولادته صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح بأن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ما كان في صدر الإسلام
في زمن النبي أو في القرون الثلاثة الأول، لكن هو يوافق الشرع تماما بما يحويه من معان ومبان، إذ أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكد في حديثه الشريف على أمور تكون من أبواب البدع الحسنة، وهي مستحسنة وطيبة ويفعلها المؤمنون، كما أدخل التنقيط على القرآن الكريم، أو كما جمع سيدنا عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح. كانت صلاة التراويح تصلى فرادى قبل أن يسن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة حسنة بجمع الناس لصلاة التراويح، ونقل عنه سيدنا مالك في موطئه كلاما واضحا وظاهرا في استحسان البدع الحسنة. قال سيدنا عمر في وهذا وارد في الموطأ: لما رأى جمال جمع الناس على صلاة التراويح أو في صلاة التراويح قال حرفيا: نعمة البدعة هذه. إذ أن بين البدع، أو قسم العلماء البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، فالبدع الحسنة هي التي توافق الشريعة والتي تكون تحت سقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآته فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا نهني الجالية الإسلامية في موريال وفي كندا بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف لهذا العام، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، وإن شاء الله كل مولد وإحنا حيين بخير. من اللي جيت لهالبلاد هذه عندي 15 سنة، والحمد لله المسلمين يحتفلوا في ديارهم ويحتفلوا في المساجد ويحتفلوا في القاعات بهالمناسبة العظيمة هذه، واللي فيها إحياء سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكير الناس بقصص اللي هي تخليهم يتبعوا نهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوا السيرة العطرة متاعه، وتربية الناشئة على حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مناسبة المولد هي مناسبة باش نذكروا بها الناس راهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالأخلاق الحسنة، جاء بنهج سوي معتدل. والناس هنا والحمد لله في البلاد هذه، وخصوصا في المدينة اللي احنا فيها اللي هي مدينة مونريال، الناس ما شاء الله كل عام يبدأوا متشوقين لهالمناسبة هذه، ومتشوقين باش يظهروا الفرحة بميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واحنا والحمد لله رب العالمين ثم مسابقات تتم، مسابقات في معرفة عائلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام واسمه ومكان ولادته، ومسابقات في القرآن الكريم، كذلك مسابقات يعملوها للرياضة سواء كرة القدم أو غيرها، وكل عام جوائز تتعطى بهالمناسبة العظيمة هذه. إذن باختصار مناسبة المولد هي أكثر مناسبة راها أنا يظهر المسلمين فيها الفرحة. صحيح يفرحوا برشا في احتفال عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، ولكن راهم في احتفال مناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف يظهروا أكثر الفرحة، لأنه المناسبة هذه متصلة ومتعلقة بأفضل الخلق وأحب الناس إلى المسلمين اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآته فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. كما تنظم مسابقات في حفظ القرآن على أن تقدم الجوائز يوم المولد، وفي ليلة المولد يقصد الناس المساجد للاستماع للإنشاد الديني والمدائح النبوية، هذا بالإضافة إلى قصة المولد ومختصر من السيرة النبوية بأسلوب شيق يشد السامعين. وفي صباح اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول
يتجه الرجال إلى المساجد لسماع قصيدتي الهمزية والبردة حتى الضحى، وتكون النسوة في الأثناء تعد الأطباق الخاصة بالمناسبة. ففي تونس مثلا لا يكاد يخلو بيت من العصيدة العربي وعصيدة الزقوقو أو عصيدة البفريوة. وفي ولايات الشرق الجزائري تتشابه العادات مع التونسيين، أما في جيجل فقد بقي الأمازيغ محافظين على عاداتهم، وبالخصوص أطباق الفتات وغروف. كما يهتم سكان الجزائر العاصمة بالطمينة والغرايف، وفي تندوف يعتني الناس بأكلة شعبية مرتبطة بالمولد الشريف وهي المردود. أما في المغرب فإن البغرير والحلاوة لا يعلو عليهما طعام في ذلك اليوم عند الناس. أما في وقت العشاء فالمجال مفتوح لمهارات النساء في الرشطة بالجاج والكسكسو أو الطعام أو الشخشوخة أو البسطيلة أو الطاجين. نعم إنها ولائم لا يبغي فاعلوها إلا مرضاة الله وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبيرا عن انتمائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. احنا في صفاقس الحمد لله من اللي احنا صغار تربينا على عادة الاحتفال بمولد النبي خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة هذه كنا نعمل عصيدة الزقوقو، وكان فما فرحة كبيرة خاطر العباد كل تذوق بعضها. كانوا في المناسبة هذه زادة يغتنموا الفرصة هذه باش يعملوا خطوبة، باش يطهروا الصغار، يمشيوا في القيروان يعملوا كانت ما شاء الله حفلات كبيرة حتى للصباح، فيها ذكر، فيها يعملوا فيها مدائح نبوية، يعملوا فيها دروس، يحكيوا فيها على قصة المولد، مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنا عندي تو 8 سنين عايشة في موريال، الحمد لله العادة هذه ما زلنا شدين فيها الحمد لله. وين فما احتفالات بمولد خير البشر نكونوا من العباد الانين اللي نساهموا في الحفلات هذه ونحتفلوا بالمولد، وإلى حد الآن زادا عايشين نطيبوا عصيدة الزقوقو ونذوقوا فيها، نذوقوا العباد وصحابنا زادا يذوقونا، نعملوا زيارات، نهديوا بعضنا كدوات بالمناسبة هذه، نحبوا الحوايج تربينا عليها إن شاء الله نعديوها لصغارنا وكمان هما يستحفظوا عليها ويحافظوا عليها. أنا روعة مرعي من شمال لبنان عكار، أتمنى لكم عيد مولد نبوي شريف وكريم. من عاداتنا بلبنان هو منزين الشوارع بهذه المناسبة، والرجال تمشي إلى الجامع، وكانوا يعملوا مسابقات كمان دينية للأطفال. وفي عاداتنا في المنزل عندنا كنا نعمل احتفال تجتمع كل جميع العائلة، وكنا نقرأ سيرة النبي الشريف، وكنا ننشد طلع البدر علينا، وكانت والدتي تحضر لنا الحلويات والطيبات. أنا إلهام حيفي من مدينة الجزائر من قسنطينة سبيسيالمون، دونك من الشرق، نسكن في كندا من 25 سنة. أما جو مغابيل أنه كي كنت في قسنطينة في الجزائر إحنا أنفيتي المولد النبوي الشريف. كوم فو سافي أنه الجزائر كبيرة، فمن الشرق للوسط للغرب هيك تختلف العادات. أنا اللي نتذكره أنه كان في عاداتنا انه قبل المولد بليله يخرجوا لي بير يشروا شمع، ويشروا للولاد الصغار شمع هيك طوال ملونين، ويشروا اللي نسموهم المحارق، سي كوم دي في دارتيفيس سورتو لي غارسون، ويشروا حلوى، يشروا مكسرات كيما لوز وجوز وهيك. يوم المولد نحطوا شمع كامل في الدار، وكل واحد يحط الشمع تاعه قريب منه، يكونوا يعني لي ماما كانوا حضروا ان بلاب يعني تراديسيونيل الجيريان، مره يكون الكسكس، عندنا شيء في قسنطينه نسموها شخشوخه، اكثر الناس تعمل البلا هذا، او شيء اسمه تريده. تريده هذه هي اصلها من الثريد، يعني هو كانت الاكله المفضله تاع الرسول عليه الصلاه والسلام. بعدها نجيبوا آلات كما يسموا البندير والطار،
ويتلموا كامل بعد العشاء، يتلموا كامل اوتور دو لا طابل، حطوا طابله في الارض صغيره ونحطوا فيها الحلوى. اكثر اكثر في اكثر الحالات العائلات يتجمعوا، يعني كم الاخوه انصامبل او الاخوات وهيك افيك لي بارون اوتور دو سا طابلا، وكل واحد يعني اللي يعرف يهز في ايده بندير وش ما حاطينه ونغنيه. هي اكثر اكثر مديح كنا نغنوه هو مديح ما اتذكرش اسمه، اما اتذكر بعض الكلمات انه زادنا به وفرحنا به، او كنا زادا نغنيه وطلع البدر علينا، خاصه احنا كنا نتعلموها في المدرسه. ما اكثر المديح قام جدي هو زاد النبي وفرحنا به، اما ما نتذكرش بزاف يافي دوتر مي صافي 25 كو على كاين حاجات نسيتها. اما باغ اكزومبل او نيفو دي ليكستيريور كانوا ينظموا شاك مولد، ينظموا مسابقات للولاد الصغار انه شكون اللي يختم القران او نصف القران او ربع القران، ويديروا هالمسابقات يوم المولد في المسجد، ويهدوهم اللي يخرج الأول والثاني والثالث يهدوهم مصحف أو رحلة. ما أكثر شيء يعطوهم مصاحف أو كتب هيك فيها سيرة الصحابة. هذا اللي جارسون في الليل خلاص اللي جارسون يجيبوها اللي نسموهم احنا المحارق، ويخرجوا برا ويشعلوهم سي كوم دي فو دارتيفيس لا دي ميني فو دارتيفيس، ويخرجوا نسا برا معاهم ويزغرتوا والناس كل يكونوا فرحانين. يعني يوم المولد كمان سيتي اون جورني تري سبيسيال عندنا. اسمي مهدي عبد الناظر، انا من صفاقس من تونس. في هذه المناسبة حابب هني كل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، نتمنى لهم كلهم كل عام وهم حيين بخير إن شاء الله. هذه الذكرى تتكرر على الأمة بالخير وباليمن وبالبركة، وهذا هو أفرح وهذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. استمتعوا بهذه الذكرى وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآه فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. لنعود اخواني الى هذه الفرحة العظيمة في بلادنا وتحديدا في موطني بيروت، وفي اغلب مدن لبنان يحتفى بالمولد النبوي الشريف، وتحديدا ليلة المولد وليلة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم باحتفاليات كبرى عظيمة تدل على محبة المسلمين وشوق المسلمين وأدب المسلمين وتكريم المسلمين لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآه فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. رسالة ثانية لأبناء الأمة الإسلامية جميعا، فبالطبع تمر هذه الأمة معنا في أيامنا هذه وهي تنشد وهي تتمنى وهي تحرص وهي حريصة أشد الحرص للعودة إلى هذا الدين السمح، إلى الحنفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام والأنبياء من بعده وختمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن عودتنا إلى هذه الحنفية هي خلاص لنا، هي فوز لنا، هي خروج انتشال الإنسان الفرد أو الجماعة أو الأمة أو الإنسانية جمعاء من أدران هذه الدنيا، من هذا الوحل، من هذا الانحراف، من هذا الابتعاد عن هذه القيم السامية. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآه فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إذا اشتد الوطيس واحمرت المقل، يعني في المعركة، كنا نتقي برسول الله ما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم.
وتجدر الإشارة، ويجدر منا أن نعلم أولادنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء معجزات عليه السلام. في ظرف 23 سنة من النبوة الله أعطاه أكثر من 3000 معجزة، أفضلها وأقواها القرآن الكريم، ومن معجزاته انشقاق القمر. الله يقول في سورة القمر في القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في مكة المكرمة، جاءه كفار قريش فقالوا له: يا محمد، إن كنت نبيا حقا أرنا معجزة الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده الشريفة بإصبعه الشريف إلى القمر، وكان بدرا، ففلقه نصفين عليه الصلاة والسلام. انشق القمر ورأوا ذلك، ولكن قليل منهم من آمن، لأن الإيمان إخوة الإيمان الله يعطيه لبعض الناس وليس لكل الناس. ثم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من معجزاته المعجزة المعروفة بمعجزة الشجرة، وهذا أن النبي كان في مكة ورأى أحد الناس الذين ما كانوا على الإسلام، قال له: أدلك على خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال له: وما يشهد لك؟ فأشار النبي إلى شجرة في كعب الوادي، أي في منتهى الوادي، فأتت الشجرة إلى رسول الله تخد الأرض خدا، تفلح الأرض فلاحة، يعني جذورها تحت الأرض، جذعها فوق الأرض، أتت إلى رسول الله فاستنطقها. قال لها: يا شجرة، من أنا؟ قالت الشجرة: رسول الله. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. فقال الأعراب: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآكم، فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا، فالكل اشتاق لمرآكم، فجد بعطاء ينفعنا، محمد حبك يجمعنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيرانا. قالت آمنة: وفي تلك الساعة
بث في نهج الحبيب محمد أنا أنتمي أول شيء نحن بنشتغل هذا حبا برسول الله، نشتغل هذا العمل لإرضاء الله أولا، وهذا ذخر لنا في يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. بقول للمسلمين أنه أن نكون نحن نكون يد واحدة بإذن الله تبارك وتعالى للعمل سوية في هذه المجتمعات والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية العربية، لأن أولادنا إذا ما درنا بالنا عليهم بهالبلاد بيضيعوا. فالحمد لله مثل هالجمعية بتعلمهم علم الدين حتى تبين لهم بين الخير والشر، بين ما هو حق وهو غير حق، وألا يتركوا في هذه البلاد. فمثل هذه الاحتفالات تعودهم على عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الإسلامي. Le Parti libéral du Canada et son chef Justin Trudeau, nous croyons dans la liberté, nous croyons dans la liberté de conscience, de religion, dans le respect. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'être invités ici. Je suis très heureux d'être invité en tant que député de Saint-Laurent-Cartierville. De célébrer la naissance du prophète Mohammed et de toutes les valeurs universelles dont est porteur la religion musulmane dans le respect des autres religions. D'abord, je veux les féliciter de sortir en si grand nombre en plein hiver, avoir autant de personnes que ça qui sont réunies pour faire la fête, pour se retrouver, pour s'affirmer. Je trouve que c'est très significatif. Et l'association, je pense à M. Derbas, qui en est le président, qui a encore fait une allocution excessivement importante, une allocution qui décrit ce que la communauté veut. Elle veut être reconnue avec les autres, elle veut la paix, elle veut la justice, elle veut l'égalité entre les hommes et les femmes, elle veut lutter contre l'intégrisme. Ce genre de discours-là doit être entendu par l'ensemble de la société parce que c'est ce qui motive l'ensemble de cette communauté-là. Et malheureusement, il y a des gens qui veulent laisser entendre le contraire. Donc, je trouve très important d'être ici pour répercuter le message qui est prononcé ici. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد الكريم المبارك مناسبة طيبة وكريمة لعودة المسلمين إلى المثل والقيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيم الرحمة، قيم الهداية والنور، قيم الفكر والوعي والحصافة والبعد عن العنف والبعد عن التطرف والتزمت والابتعاد عن كل ما يشين، لأن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه الكريم بآيات عديدة في محكم التنزيل، لا سيما بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وامتدحه بقوله عز من قائل: وأنك لعلى خلق عظيم. هذا النوع من النشاطات هو اللي بمد الجسور بين جميع الطوائف وجميع الجاليات وجميع الشرائح. هذا النوع من النشاط أهميته إنه دايماً بيخلق حالة معينة من التقارب، من الألفة، واللي بيساعد أكثر على إنه المجتمع الكندي يتعرف أكثر على عاداتنا الشرقية، وحقيقة يكون في نوع من أكثر تقارب ولحمة وتفهم لوضع الجاليات الموجودة اليوم هون. هلا بهالمناسبة كمان أنا دايما نحن هون بنسعى جهدنا إنه يكون الحوار هو الأساس موجود بين الجميع، ونكثر اللقاءات على المستوى الجمعيات الثقافية الموجودة هون وبالتحديد بموريال،
لأنه الثقافة هي نوع من غنى. أهمية الثقافة هي اللي بتكسر الحدود، هي بتكسر أي جدار موجود ما بين الشعوب وما بين أغلبية المؤسسات والمجموعات اللي هي لها عادات تختلف عن الآخرين. لهالسبب من الطبيعي جدا أنه نحن هون كجامعة لبنانية ثقافية بالعالم ولنا فروعنا بكل كندا وفروع بالعالم ككل، منركز على هذا النشاط وبالوقت ذاته نعمل على حفظ الهوية اللبنانية أكيد، وربط الدياسبورا أو ربط الاغتراب اللبناني ببلده الأم لبنان. ونحن دائما على تعاون كامل مع كل المؤسسات وكل مع الجاليات الموجودة بكل العالم. فنحن في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية نحمل المفهوم الصافي للاعتدال والوسطية، كما نعمل بالحكمة والموعظة الحسنة. Souhaiter une très joyeuse fête du prophète, une très belle célébration. Je pense que c'est une très belle fête et aujourd'hui, on a une grande foule réunie avec beaucoup d'enthousiasme. J'espère que c'est comme ça partout à travers le Canada et à travers le monde et que je suis très contente de célébrer avec la communauté musulmane. Premièrement, je voudrais remercier la communauté arabe et surtout musulmane de m'avoir invité. Comme plusieurs le savent, ma conjointe est arabe et musulmane aussi. Et puis, je veux annoncer ici là, que justement, son fils Mohamed, ma femme, a eu un enfant dernièrement. Et donc, la religion, et ça devrait continuer. Mais je remercie beaucoup la communauté musulmane de Laval de m'inviter à toutes les occasions où je peux venir. بالحسنين الكرام معلوم جار ما خفي إلهم سلامي سلامي الله 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 يا
نتمنى أن هذا الغبورتاج يكون نال الإعجاب ديالكم. ومن أجواء الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف نمر إلى ذكرى الإخوان ديالنا السوريين اللي كيعانيوا من ظروف فظيعة، ظروف الحرب. ومن خلال هذه الذكرى كنبغيو نعرفكم على جمعيات متواجدة هنا بكندا واللي كتساعد إخواننا السوريين. نعم، هي جمعية الصفاء الخيرية. من ضمن المشرفين على هذه الجمعية هو الشيخ الحبيب المرزوقي، هو إمام جامع أبو بكر الصديق، اللي قايمين بحملة كبيرة جدا مع العديد والعديد من الأئمة في مدينة مونريال لحمل المساعدات للأخوة السوريين اللي هم فعلا يعانون من ويلات هذه الحرب الشرسة، الحرب الأهلية اللي صايرة حاليا في هذا البلد العربي. نتمنى أنتم كذلك تساهموا مع هذه الجمعية وتقدموا كل ما تقدروا، لباس للنساء للرجال للأطفال، يعني هذه كل المساعدات يتقبلونها في الجوامع في مدينة مونريال، وعن طريق كونتينر كذا كونتينر باش يكونوا وباش إن شاء الله ياخذوا الطريق إلى تركيا، ومن ذلك إلى الشعب السوري الإخوة اللي هم اللاجئين. وكاميرا تلفزيون المغرب العربي الكبير قمنا بزيارة للشيخ الحبيب المرزوقي اللي وضح لنا أكثر العملية كيفاش تصير وبأي كيفية تقدم هذه المساعدات. شو رأيك لو نمروا إلى هذا اللقاء مع الشيخ الحبيب المرزوقي؟ طبعا. نمروا إلى هذا اللقاء. تأسست جمعية صفاء الخيرية سنة 2006، كانت في بدايتها ميثاق شفوي بين جمع من شبان المهجر المتحابين في الله والذين تعاهدوا على تخصيص جزء من رواتبهم الشخصية ينفقونها في سبيل الله على ذوي الحاجة. مش غريب على كندا، دور كندا العالمي الإنساني الإغاثي هذا مشهور به كندا، وكذلك كيباك، ثم كذلك معنا الإضافة النوعية هي الجالية. صحيح بعد الحرب معنا الدائرة والأحداث اللي واقع في سوريا ونزوح ملايين مئات الألاف اللي هاجروا وتركوا بيوتهم نتيجة القصف والوضع الصعب، كانوا على المستوى الإنساني، مستوى معنا أحد الغذائي، المستوى معنا على جميع المستويات، فبالطبع طبيعي معنا. والموجة معنا الثلجية اللي اجتاحت معنا منطقة الشرق الأوسط وأثرت تأثير، وكان لها وقع كبير، أثر كبير سلبي بالطبع، ومعنا توجدت آلاف العائلات السورية اللي النازحة واللي هاربة من الحرب، وبالطبع توجد في وضع معنا نجم نقول كارثي، بيتم معنى الكلمة اللي يتطلب معنا من القريب والبعيد مساعدة هؤلاء الناس. وبالطبع انطلقت مجموعة من الجمعيات في مدينة مونتريال وقيام بحملة إغاثة، وكانت حملة شجاعة، حملة معنا موفقة. وكما تشوف أنت هذا جزء بسيط، هذا كما شفت الكونتينر أنت صورته، وما زال معنا خرج بالكونتينر مواد غذائية وأدباش معنا، ثم كذلك إن شاء الله نتوقعوا في اليوم ولا بكرة معنا يخرج الكونتينر الثالث، ونحن في مشروع كذلك لإتمام الحملة هذه والقيام بالواجب، كانوا واجب إنساني، واجب ديني، واجب إسلامي، واجب اجتماعي، واجب كما ذكرت أنت هم إخواننا معنا في سوريا الشقيقة، إخواننا عرب وإخواننا مسلمين. وبالطبع معنا نحن موصلين عبر المساجد تجميع الأدباش، تجميع المساعدات والإغاثات، أموال أو معنى أدباش إلى غير ذلك، ويوقع تجميعهم في هاللي زونتروبو هذوما، ثم ملأ معنى الكونتينرات
ثم توجيه إلى خاصة عن طريق جمعية الهيومن كونسبت اللي هي جمعية قانونية لهنا حتى تكون معنى المسألة قانونية واضحة، معنى تحترم قوانين البلاد لهنا، وكذلك اللي يستقبلهم معنى على الحدود التركية خاصة جمعية معنى وطن اللي هذا يتعاملوا معها كثير من الأخوة كبلال حميد إخواننا وأخونا يازن. هذا نجم نقول بصفة معنى الحملة قاعدة متواصلة، نحن حطيناها على ما يقارب 3 جمعيات، ولكن هي اللي معنى الحملة كانت ناجحة وبالطبع مددناها، وإن شاء الله نوصل فيها حتى القيام بالواجب كما قلت لك، وهذا واجب إنساني، واجب ديني، واجب إسلامي، واجب عربي، واجب معنا كما بالتأكيد كندا وكيباك هذه معروفة، العمل الإنساني كان من خلال المؤسسات الرسمية أو المجتمع المدني متاع كندا يغيث من حين إلى آخر ويكونوا حاضرين دائما في الكوارث، خاصة معنا كما شفتوا أخيرا في الفلبين معنا الحضور الكندي على أرض اللاحد، فنحن جزء من المجتمع الكندي وجزء من مجتمع الكيباك وبالطبع وجمعياتنا وهم أبناء جلدتنا، فنحن نقوم بهذا الدور وواجب علينا نقوم بالدور هذا. وكما قلت لك معنا بينت لك معنا الهدف الواضح هو المساهمة مع بقية ثم جمعية أخرى ربي يوفقهم وربي معنا يكون في عونهم، معنا مش يقوموا بالواجب، معنا قاعدين وقاعدين نتعاونوا معاهم وبالطبع، وهذا حتى المجهود ينصب الكل في المساهمة كما قلت في واجب الإغاثي لإخواننا النازحين إخواننا السوريين إن شاء الله. فنحن نقوم بواجب كما يمكن أطراف أخرى في مناطق أخرى يقوموا به العمل هذا، وفيه المساعدات معنا كما قلت لك هي مركزة على الجالية العربية المسلمة والجالية المغاربية معنا من توانسة وجزائريين ومغاربة وسوريين من جميع هذا، معنا نحن مركزين بحكم المساجد إلى غير ذلك، عملنا دعوة في جميع المساجد، الأئمة قاموا بدورهم، معنا قاموا بدورهم الأئمة وينجمعوا في المساجد ثم ننقلوا كل ما يمكن معنا يتوفر في المساجد عن طريق بعض إخوة شجعان معنا وناس شباب إلى غير ذلك ربي يبارك فيهم، معنا قايمين بهالعمل هذا، خونا سامي خونا محمد علي وخونا محمد وخونا إلى غير ذلك كثير معنا لو مش نعدد، وخاصة خونا بلال حميدي قايم بهالواجب هذا اللي ساهمين معنا، وخاصة في عنا تومبيت عنا عاصفة ثلجية كبيرة، ولكن هم متحدين ومتشجعين وإرادة قوية وإرادة شجاعة وقايمين بالواجب متاعهم في الجانب هذا. إخواننا في أبناء الجالية معنا في كل من موقعه أنه يساهموا يواصلوا في الحملة حتى معنا نأدوا معنا الواجب اتجاه إخواننا، واجب إنساني نقول لهم، فما بالك نحن أهل الإسلام وأهل العرب، معنا واجب معنا واحد ديني ويفرض علينا ديننا معنا كالجسد الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا نحن ما معنا نقوم به. فما توجه بكلمة معنا أولا شكر لإخواننا على المجهود والتبرعات وما قدموه، ولكن أحثهم وأشجعهم أن يواصلوا المشوار حتى معنا نقوموا بدورنا، وهذا واجب كما ذكرت، فمعنا حريص وأحرص وأشد الحرص على معنى مواصلة هالمشوار هذه وهالحملة حتى تنجح معنا ونساهموا ولو بجزء معنا في الحملة هذه، وهذا كقدرنا معنا نحن أن يجب أن نقف معنا بجانب إخواننا في محنتهم، صحيح هذا ابتلاء كبير ومحنة كبيرة يعيشوها، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيح عليهم هالمحنة هذه، ولأن الحرب كارثة، الحرب هي تدمير، الحرب هي فساد، الحرب هي معنى موت، الحرب هي معنى دمار، الحرب هي خراب إلى غير ذلك، فنتمنى أن الأمر هذا ينزاح ويعودوا لبيوتهم ويعودوا لأماكنهم والأراضيهم والأوطانهم ويبنوا بلادهم من جديد، هذا ما نتمنى، لكن هذا يتطلب معنى إخوتي الكرام واحد المساعدات، مطلوب المساعدات منكم ومن كل الناس تعرفوهم، أنا أتوجه حتى معنا مش حتى الجالية المسلمة، أتوجه معنا المواطنين الكنديين معنا والكيبيكوا وهم معروفين عليهم الشيء هذا، هم واقفين كانوا رسميين أو غير رسميين، معنا من موقعي أنا ومن مسؤوليتي ومن حرصي فبالطمع معنا، وخاصة الهلال الأحمر ولا السلطات الفيدرالية ولا السلطات معنا المعنى البروفنسيال فبالطمع مطلوب هذا. رقم الهاتف مثلا
شو رقم الهاتف أو المكان اللي يقدر يجيبوا هاته المساجد؟ والله المساجد معنا نحن ركزنا على المساجد والمؤسسات الجالية كل المساجد كل المساجد بدون استثناء. وبالطبع صحيح معنا نحن كان في أبو بكر رقمي أنا الذي يحب الاتصال ومعروف 554-962-7098 أو إخواننا الأئمة معنا في المساجد كل معنا أحد اللي يحب معنا يتصل بهم أقرب مسجد ليهم وأقرب مؤسسة إسلامية ليهم ومعنا على الانترنت موجود أرقام المساجد موجود العناوين كلها متيسرة الآن. ولكن شخصيا لا معنى في مسجد أبو بكر بحكم أني رئيس مركز أبو بكر الصديق اللي هو قايم معنا على الحملة هذه ومع بقية إخوانه في الجمعيات. فبالطبع رقمنا 554-602-9 موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا. عودة إليكم مشاهدين الكرام من تلفزيون المغرب العربي الكبير وفي إطار تقديم تظاهرات الجالية العربية بكندا بغينا نقدم لكم معرض ماريانو لنتزوج اللي يقام في صالة عرض بونافونتور واللي مشينا باش نسجلوا لكم وباش نتحدوا عليه ليس كذلك سيد؟ نعم نعم شيمة. هذا المعرض يقام سنويا في مدينة موريال وخاصة في هذه الفترة في شهر جانفي في بداية الأسبوع الأول من شهر جانفي يقام هذا المعرض الكبير ويعني موجودين تقريبا اللي كانوا موجودين خلال فترة المعرض يومين يوم السبت ويوم الأحد 4 و5 من شهر جانفي الماضي كانوا حوالي 5000 شخص جاءوا وأغلبيتهم كلهم يعني عرسان جايين يتسوقوا وجايين يشوفوا الفستان المحبذ لهم وبدلة العروسة اللي تختارها. هذا المعرض هو معرض أكبر معرض في مدينة كندا في دولة كندا وفي مدينة موريال. هذا المعرض يقام يعني مش فيه ما عدا بدلات العروسة والعرسان فيه العديد من الليموزين من السيارات الضخمة الممتازة من بائع الورود من كل شيء كل حاجة اللي هي تهتم بالعروسة متواجدة في هذا المعرض ويعملوا عرض أزياء خاصة ببدلات العروسة كذلك ممتازة جدا. بس الحاجة الممتازة اللي الأخت مغربية اسمها نادية شاكير صاحبة محلات شاتود لماري نادية اللي دائما تكون متواجدة في هذا المعرض وبقوة جدا يعني عندها العديد من الستاندات المتواجدين وتعرض العديد من البدلات المتنوعة للعروسة وفعلا شيء يعني ممتاز جدا. احنا التقينا تلفزيون المغرب العربي الكبير التقى بالاخت نادية شاكير وبالمناسبة نشكر زوجها الاخ مختار كذلك اللي دائما هو في نفس المجال اللي قاموا بشيء ممتاز جدا وفعلا هو المكان والركن المميز في هذا المعرض لأن قدمت العديد والعديد من البدلات. وإحنا التقينا بالسيدة نادية اللي قدمت لنا لمحة كبيرة جدا عن المناسبة وكذلك أعطتنا فكرة شو أنواع البدلات للعروسة المتواجدة عندها وهذه المحلات كلها متواجدة تقريبا على شارع سانتوبير ببلازا سانتوبير المعروفة بالعديد من المحلات الخاصة بالعراس وخاصة شاتو دي لاماري نادية وسبوزا بيلا وكذلك سالون دي لاماري سارة إلى آخره. خلينا نشوفوا نادية باش تعرفنا أكثر على هذه البدلات وكذلك الأخ المشرف على هذه التظاهر الكبيرة ماريون نو لنتزوج كان كذلك لقاء معه ونتجول سويا في معرض ماريون نو لنتزوج في مدينة موريال. موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا.
يعد صالون الزواج الذائع السيتا من أهم وأكبر المعارض الذي يقام في مقاطعة الكيبيك، وذلك لوفرة العارضين من جميع الأصول والأعراق وأصحاب المهن الذين ينتسبون لكل ما في كلمة الزفاف من معنى، فتكون النتيجة حتما ومن دون شك تنوع وثراء المعروضات السحرية الجذابة التي تغرقك في بحر من الأحلام الحقيقية. وعلى دأبه ككل سنة افتتحت فعالية هذا الصالون التقليدي في مونريال بقصر المعارض بساحة بونافنتور أيام 4 و5 جانفي ليكون عرس الأعراس. فلمدة يومين وتحت شعار لنتزوج ماريونو، يلتقي أكبر عدد ممكن من الأزواج والخاطبين والمقبلين على الزواج للشراء والتزود بكل حاجياتهم، وجدولة مخطط بداية رحلة العمر العسلية. رقم لم يسبق له مثيل هذه السنة للزائرين، فقرابة 8000 سجلوا حضورهم تحت سقف واحد لمشاهدة المعروضات المتاحة والتي وجدت إقبالا منقطع النظير للأزواج والعرسان الذين حظيوا رغم قصر الوقت للشراء بكل ارتياح ما طاب لهم، مما زاد في أهمية المبيعات لهذه السنة. C'est le 25e anniversaire de la revue Marions-nous, Let's Get Married. Le salon, ça fait 14-15 ans, mais pour la revue, le guide, c'est 25 ans. Est-ce que tout le temps, c'est dans la même période, le début du mois de janvier? Nous avons le plus grand salon exhibition pour des futurs mariés au début de janvier, entre le 5 et le 10. Et il y a aussi un autre qui est pas la même grandeur, mais pas loin au début de septembre. Parce qu'il y a quelques futurs mariés qui aiment de commencer les plans beaucoup un an et demi en avance. Il y a d'autres qui vont commencer en janvier. En janvier, c'est toute la place Bonaventure, 175 000 pieds carrés, 20 000 personnes qui incluent 5 000 mariés. C'est incroyable. C'est probablement une bonne 40% de la marché pour l'année dans la région, la grande région de Montréal. Ce cas-là, j'imagine, c'est le plus grand au Canada. Oui, oui, absolument, oui, oui. Il y a, à Toronto, vous avez 3 salons, mais ils sont environ 30 à 25% moins en surface de nous. On est très chanceux. يطالعك وأنت تتشول في معرض العروسة جناح نادية لشاتو دو لاماريي المهيمن والملفت للانتباه، فعلاوة عن كبر مساحته تبهرنا من بعيد المجموعة الهائلة من الفساتين المعروضة، فإذا بنا نسرع الخطى لرؤيتها والوقوف على مدى روعتها ومهارة الذوق الرفيع لصانعيها ومصمميها لنكتشف سحر جمالها الجذاب. Merci beaucoup pour la chaîne l'arabia اللي مترأسها استاذ حمادي. هذه اول حاجه نقولها. انا خبره ديالي في لي روب دو ماريي عندي 23 سنه خبره في لا روب دو ماريي، تقريبا 23 سنه متواجده على لا غو سانت هوبير، والحمد لله افيك السنوات اللي مروا ديفلوبيت هاد الميتي هذا افيك لي ديزاين اللي نعملهم انايا. تعلمت بزاف د الحوايج في الميتي هذا، والحمد لله عندنا تشكيله اللي ممكن للمراه سواء عربيه ولا كنديه ولا اي منطقه منين تيجي ان شاء الله
الفا تروفي الشيء اللي تحبه عندنا توت التشكيله اللي ممكن ما تلقاها حتى في بلاصه واحده اخرى لان الشيء اللي مختلف عند شاتو نادية اللي هو عندي يعني انا نقدر مثلا مراه تجي اون في حابه اون روب دو ماريي نقدر نبدلها لها لا روب جو بو فير لو او ديفيرون على لو با بيتيت خيلا ما عجبهاش يعني جو بو فير لي شوز مو ميم هذه هو الحاجه ديفيرون ك لي زوتر لي اي لامبورت انا جو في يعني اون في لامبورتاسيون دي غران quand on a l'importation aussi des grands des grandes places qui sont connues autour du monde comme يعني maintenant on a l'exclusivité هذه حاجه مزيانه l'exclusivité ديال Rosa Clara qui est connue à Barcelona en Espagne et que aucune boutique ne peut l'avoir alentour de Montréal et au Québec au complet alors كاين دوطر كومباني اوسي افيك ليكال اللي كنخدموا معاهم كيما برونوفيا كيما سان باتريك بلس مي ديزاين ا موا كو جو في كي سي تروف با ني سور انترنيت ني سور سولمون دون دون مون ماغازان الاسعار عندنا كتراوح من 500 حتى ل 10000 دولار 500 دولار ل 10000 دولار حسب اش اللي غادي تحط لا ماغييف لا روب تاعها حسب لي بيرل حسب لي سيليا دي سواروفسكي دون لا روب لا دونتيل تو ديبون كيل سورت دو دونتيل اسكو سي دونتيل فرونسيز يعني على حسب الماتيريال اللي غادي نستعملوه في لا روب يتراوح البري سي سا بو اتر ميم اكثر من 10000 دولار مي على حسب لي ماتيريو كون يوتيليز في لا روب احنا عندنا هذا المعرض هذا هو لو بلو غران تاع لا ماريي اي بيان سور انا مون نون اي لي كونو او كيبيك اي سي ما نتواجدش فيه سي كوم سي جو سوي بارتي دو لا دو دو سو ترافاي لا الوغ لازم ضروري نكون فيه لان الحمد لله اي لي بوكو دو كليونت كي فيان ايسي وحنا ندون نو كاتالوغ سي افيك سا كون سو في كونيتر ولكن ما كنوقفوش seulement عند هذا الصالون حنا ما شاء الله اون في دوتر بوبليسيتي اون اي كوني اوسي في التلفزيون اي الحمد لله سا فا تري بيان اي راكم شايفين لي موديل ديالنا كي سون بريزونتي لهنا سي دي ديفيرونت ستيل عندنا لا كولور ايفوار لا كولور بلانش دي فوا لا كولور ميم افيك دو نوار اون ميلانج ان بو افيك لو نوار باسكو يا دي في لي تيعجبهم هاد لي كولور يفول لي زيتوليزي il y a pour tous les goûts من أول وهلة نتمكن من تمييز اللمسات السحرية لهذه التصاميم وعلى روح الإبداع فيها وهي تنبض برائحة الأنوثة والإثارة الفائحة داخل هذه الأقمشة الناعمة والمطروزة بدقة عالية لينتابنا إحساس غريب إحساس صعوبة الاختيار وأنت تتشول بين هذا الفستان وذاك فتعشقهم جميعا ولا تستطيع التفضيل بين كل هذه الروائع المذهلة الزباين ديالنا ما همش محدودين يعني ما عندناش فئة من بلاد وكل بلدان يعني انترناسيونال عندنا لي ايطالي عندنا لي ماروكان عندنا لي تونيزيان عندنا لي الجيريان عندنا لي كنديان بيان سور يفو با كون نوبلي لي كيبيكواز سي دي بون كليانت وسي عندنا لي هايسيان عندنا دو تو لي باي شاك في سي توت افي ديفيرون دو لوتر كاين وحده ايل فو لا روب سامبل ايل برون كلكو شوز دو سامبل كاين وحده ايل فو دو ترافاي لا روب كي بغي ايل فيان بروندر شاك في الا سون ستيل يعني ما نقدروش نوقفوا عند ان ستيل ونقولوا فوالا اون في جوست سا لا اون في بور تو لي غو من لو سامبل حتى لو بلو شارجي النصيحه اللي نعطي لي ماريي بالخصوص لي ماريي العربيات
احنا شويه عندنا توجور لي في يتاخروا يجيوا ديرنيغ مينوت باش تاخذ اون روب ان موا افون لو مارياج. هذا شويه ديفيسيل بور نو، لازم لها وقت يعني. توت لي زوتر في يل فيان او موا ان ان دافونس pour choisir la robe parce qu'il est à la boîte pour la commander, pour la fabriquer. Alors, mais l'ahsan, une année d'avance, se préparer pour la robe de mariée. بالنسبه la façon de paiement, يعني عندنا تسهيلات. Pour commander la robe, bien sûr, il faut donner la moitié au moins pour que ça soit sérieux, باش on voit que la fille elle est sérieuse, elle va des tâches de la robe, لازم la moitié, et l'autre moitié lorsque la robe vient, on va l'appeler et elle vient faire son fitting, son essayage, ou elle paye la balance après. Pour les soirées, c'est, on a les robes pour les filles d'honneur, et on n'oublie pas aussi qu'on est vraiment connu aussi dans les graduations. C'est une très bonne clientèle aussi, les graduations, et aussi les mamans, on fait les filles d'honneur, les petites bouquetières aussi qui accompagnent la mariée. Plusieurs tashkilat kbira. Les accessoires baynin, يعني il faut avoir le voile, il faut avoir la couronne, mais ça dépend aussi de la mariée. يعني la mariée elle حابه تحط le voile, elle va le mettre, ما بغاتش تحط le voile ما غاديش تحط. Mais les accessoires اللي معروفين عند la mariée c'est le voile, les colliers, les boucles d'oreilles, la couronne, ou sinon une fleur ou une broche dans les cheveux. عند التخطيط والتحضير لحفل الزفاف، أول ما يكون في ذهن أي عروس هو فستان الزفاف، فهي منذ الصغر تحلم باليوم الذي ترتدي فيه فستانها الأبيض الذي ستبهر به أنظار الجميع في اليوم الموعود. فالاهتمام إذن كبير للفستان الذي سترتديه مرة واحدة في العمر. كانت السيدة نادية تقدم الشروحات المفصلة لزائريها وحرفائها، ومنتبهة لسماع آرائهم ومعرفة أذواقهم. Parlez-moi un peu de votre robe. Elle est superbe. J'ai eu une dame qui était avec moi, qui était très 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 patiente. J'ai essayé plusieurs robes. J'ai trouvé un style un peu plus classique. Vraiment une très jolie robe qui me va très très bien. Vous étiez sur la rue Saint-Hubert? Oui, c'est bien ça, sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Nous, on est parti de Grimby pour monter à Montréal pour venir acheter la robe là. Et la date de mariage, c'est quand? Le 21 juin de cette année 2014. Madame Nadia, parlez-nous un peu de la robe qu'elle a choisie, madame. Il ne faut pas trop la décrire maintenant, vu que le mari ne l'a pas vue, le mariage n'est pas encore passé. Donc, peut-être on va parler. Elle est très belle, tout ce que je peux dire, elle est très belle. Et c'est sûr qu'elle a une très belle taille aussi, donc elle la porte très très bien. Et quand on a une belle dame dans la robe, c'est sûr que ça rend la robe encore plus belle. Et tout ce que je peux dire, que c'était très très bien, ça s'est bien passé, puis elle était toute contente. Et on a essayé de l'aider de la meilleure façon pour qu'elle trouve sa jolie robe. Bien, c'est le meilleur service qu'il n'y a pas, puis les robes sont tellement belles. C'est le plus grand choix qu'il y a, je pense, à Montréal, de robes de mariée. Ah, les prix, écoute, je pensais jamais payer ça. Je pensais que c'était tout vraiment plus cher, puis j'ai vraiment eu un très, très, très bon prix. Tu es dans l'arousse? L'arousse au Lebanon. Ça fait plus de 3 mois que je vais au magasin de Mme Nadia. Je suis sûr que j'ai dit aujourd'hui que j'ai dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Je suis sûr que j'ai dit. في بدلات كتير حلوين وهيدي من البدلات الحلوة، فما بعرف يعني هلأ بياخد منها صورة بعتها للمدام وعلى أساس أنا أون في كونفيرماسيون وهي بتختار. عجبني هذا المعرض بشكل فظيع، وأنا لو كنت مثلا في عمر الشباب ما كنت يعني أفرط بمثل هذا المعرض، لأن موجود فيه كل شيء من الملابس إلى الموبيليات إلى عربيات الليموزين، اللي سيارات الليموزين اللي تاخذ العرايس يعني بابهى صورها،
وكذلك الملابس الجميلة، ملابس العرايس، الأكل الفظيع الموجود هنا، طريقة الأكل، طريقة مسائل الترفيه أيضا موجودة. يعني الأمور اللي يعني أمور الترفيه اللي تطلب في مسائل، يعني في حفلات العراس، يعني صور جميلة وبهية ورائعة. Je m'appelle Freeway Frank de Virgin Radio ici à Montréal. Je fais le programme du matin tous les matins de 5h30 à 9h. Puis cette année on est sur le couvert de la revue, le catalogue de Mariano. Alors avec ma fiancée Stephanie. الآن رحنا قدام هذا لغوب. علاش فضلت نحكي على لغوب هذه؟ لأن هذا لغوب هذه سي أن من ديزاينات ديالي اللي نخدمهم أنا. كما راكم شايفين لقوا إلي بيان شارجي، وهذا سي ستيل اللي حبوه بزاف العرب ديالنا، ليزيتاليان، لي غريك، اي اوسي يا سيغتان كيبيكواز اوسي كي أم هذاك لو ترافاي كي فلاش أن بو كي بري. كوم فو لو فوايي إلي ترانسبارون سور لو كوتي. واستعملنا seulement les Swarovski autour de la robe surtout le top. اما لا جوب استعملنا لا جوب اون تول، استعملنا اون تول كي هي ديجا لا بريونس باش ما نحطوش عليها دي بيرل باش ما تجيش لا روب ترو شارجي. مي الحمد لله ما شاء الله يا اقبال كثير على هاد لا روب. اي كوم فو زالي فوار دون لو ديفيلي كذلك il y a plusieurs robes que انا اللي عملتهم. On va les voir faire défiler, inshallah. C'est une robe de soirée qu'on peut utiliser pour la cadre on utilise pour la dame d'honneur qui accompagne la mariée, yani la fille qui est proche de la mariée. Elle utilise des robes comme ça. Et aussi on l'utilise pour la graduation. On a utilisé sur cette robe là les paillettes et aussi des brillants sous forme de miroir. Alors, quand la fille porte cette robe-là, la robe, elle brille de tout partout. Hadi, c'est une création de Tiffany Design. Mais quand on fait les robes avec Tiffany Design, il faut absolument que je sois présente pour choisir mes modèles, choisir mes perles, choisir toutes les choses qui concernent mes robes. تشاهد مصممة الأزياء السيدة نادية بشغف وحب وفخر العرض الذي يحمل أزياء فساتين الزفاف المذهلة التي صممتها بأناملها، لترى مدى تألقهم وهم يطلون على الحاضرين بكل أناقة وسحر.
موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا. مساء الخير مرة أخرى السادة المشاهدين، ونعود إليكم هذه المرة بلون آخر وبزي آخر. هو احنا بتهمنا اكثر شيء كذلك الجاليات العربية الاخرى ونشاطها وتغطية نشاطها، لان مهم جدا بالنسبة لتلفزيون المغرب العربي الكبير. والمناسبة السعيدة هي مهرجان الفولكلور اللبناني الذي اقيم اخيرا في شهر جوان الماضي في مدينة موريال، وكذلك الاخت زينة شمس الدين اللي هي المشرفة على بقية وتغطية البرامج الأخرى العربية هي معنا في استديو. كلها مساء الخير زينة. مساء الخير أستاذ حميدة، كيفك؟ الله يخليك، كله تمام. زينة شو رايك؟ أنا عارفة اللي أنت قمت بتغطية كبيرة جدا للمهرجان اللبناني، شو تخبري سادة المشاهدين بهذا المهرجان الممتاز؟ أول شيء بحب حيي الجالية العربية وبقلكم مساء الخير من تلفزيون المغرب العربي الكبير. وجودي معكم اليوم هو لأني كنت بالصيف عم غطي المهرجان اللبناني اللي بيصير كل سنة تحديدا بأنري بوراسا بالأكادي، وهيدا المهرجان هو المهرجان الحادي عشر يلي بيصير، يلي هو برعاية رعية مار مارون ورعية مار أنطونيوس الكبير، واللي بينظموا جمعية متطوعين وبيبلشوا شغل قبل سنة كاملة لنجاح هذا الفستيفال، هذا المعرض اللي بيتضمن أشياء كثيرة، أهمها احتفالات فنية من أهم الدبكة اللبنانية ونشاطات تانية فنية من مطاعم أكل، نشاطات مسلية للأطفال. كنت هونيك بهيدا الوقت بالصيف وتحديدا بشهر نصف شهر حزيران، كان لي لقاءات مع المسؤولين المنظمين ورئيس المتطوعين اللي عطاني فكرة كاملة كيف بيصير التحضير لهالمهرجان كل سنة، واللي عليه بيجذب العديد من الجاليات اللبنانية والجاليات العربية الأخرى والجاليات الكندية. سوري ما فينا نقول جاليات كندية والكندية. والكندية. زينة، اللي كانوا موجودين في هذا المهرجان العديد بالطبع الجالية اللبنانية كانت بكثافة، والجالية العربية وبما فيهم الجالية المغربية من المغرب وتونس والجزائر كانوا كذلك موجودين، والدبكة اللبنانية كانت متواجدة، ما شاء الله كان مهرجان مميز. لما عملت اللقاءات هنيك لفت لي نظري شيء كثير مهم، انه اكثر اللقاءات اللي صارت وكانت عفويه مش محضرين من قبل، كانوا معظمهم من تونس والجزائر والمغرب، والقليل اللي التقيت جاليات لبنانيه او اشخاص لبنانيه، والاشخاص اللبنانيه اللي التقيت فيهم كانوا كثير فرحين بهذا المهرجان لانه بذكرهم بالوطن وبذكرهم بالاشياء الحلوه اللي بوطنهم، ولانه بنعرف انه مش كثير هين الواحد يترك كل سنه ويسافر على لبنان أو يسافر على بلده، بقى بيجي على هالمهرجان ليشوف أشياء، لينبسط، ليلتقي بالناس ويقضي وقت بهالفصل الجميل بموريال بالصيف. زينة شوقتينا الكثير والكثير لهذا المهرجان، خلينا نشوف مشاهدينا ويشاهدوا ويتمتعوا بهذه اللقطات الممتازة لتلفزيون المغرب العربي الكبير المهرجان اللبناني رقم 11. إن شاء الله ينال إعجابكم. الله يلعن بي الغربي شو سويت بحالي، مرة ومرمرت لقلبي وسرقت مني الغالي، إلا منسافر سنتين ونرجع عالضيعة، ضاع العمر وبعد حسين ما خلص هالبايعة، ويلي ويلي ويلي، الله يعين العند وعيله، عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيلة، دلة 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 يا تعتير ويا دلة. المهرجان اللبناني هو حدث ثقافي عائلي يقام سنويا بفصل الصيف بموريال وتحديدا ببارك أنري بوراسا في الأكاديمية،
المهرجان هو برعاية رعية مار مارون ورعية مار أنطونيوس الكبير، وهو بدورته 11 بيجذب هيدا المهرجان العديد من اللبنانيين اللي بحنوا لوطنهم الغالي لبنان، وبيجذب أيضا العديد من الجاليات العربية المختلفة وأيضا الكندية. بينظموا هيدا المهرجان العديد من المتطوعين الذين يعملون بجهد لنجاحه كل عام. كاميرا تلفزيون المغرب العربي الكبير كانت حاضرة بالمهرجان بمنتصف شهر حزيران الماضي، كانت عم بتصور الاحتفالات والنشاطات. كان لنا لقاء مع المسؤولين القيمين على تنظيم هذا المهرجان، ولقاءات أخرى مع أشخاص اللي حبوا يخبرونا عن آرائهم بالمهرجان اللبناني، وهيدي بعض اللقطات. أنا اسمي إلي صليبة، مسؤول عن البنيفولا بالمهرجان اللبناني. شو بتعمل هون كل سنة؟ نحن هيدي السنة مسؤولين عن كل البنيفولا بيشتغلوا بالخيام وبقلب السيت تبع المهرجان، وبالتالي منأمن الشباب والصبايا لحتى يكونوا يساعدوا كل الناس ياخدوا سيرفيس حلو ويكونوا مبسوطين. يعني أي شخص بده مساعدة أو عنده أي حاجة أو ضيع شيء أو شيء بيكون يرجع لعنا نحن بالمهرجان. أكيد أنه المهرجان سنة ورا سنة عم بيكون في عنده شعبيته، والسنة عم نشوف أنه الشعبية أكتر، خاصة أنه تأس كتير منيح، فبقى هيدا بدل على أنه النشاط اللي الشباب والصبايا برعاية المارونية بموريال اللي حطوه عم بيعطي نتائجه اليوم. كل سنة أحلى من سنة، واللبنانيين عم يكتروا والله يكترون، وبالعكس عم يرجعونا لبلادنا وما بينسونا إياه. مهرجان كتير حلو، بيجمع الناس، بيجمع أصحاب، بنسمع أغاني لبنانية عربية، يعني بيكون ببليسيتي كتير، حاجات نحبها ونشتريها يعني، وبيكون لعب للأطفال وبيكون كل شيء. حابة المهرجان أصلاً، مو أول مرة أجي لهون، فتاني مرة أجي فحبيته سنة الماضية لهيك رجعت. حتى وشي وشن عني ترجع حالي.
مشاهدينا بالفستيفال اللبناني اللي بصير كل سنة مثل هالوقت، سأبتنا طقس حلو وأخذنا كتير لقطات مع الجالية اللبنانية وغيرها والجالية العربية. لاحظنا أنه في كتير ناس من تونس والمغرب وغير دول عربية كاملة، والكل عم بيركز على موضوع مهم أنه هن مبسوطين بالأجواء اللي هون، مبسوطين بوجود كل الدول العربية اللي بتجي كل سنة على هذا المهرجان. خدنا حديث إن شاء الله يكون عجبكم، وإن شاء الله منشوفكم بغير مهرجانات تانية تونسية أو مغربية أو لبنانية. المهم نشوفكم، وكل سنة وأنتم بألف خير. معكم كانت الزميلة زينة شمس الدين من موريال. موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، موعدنا أرضك يا بلدنا. وصلنا مشاهدينا الكرام لنهاية برنامج اليوم اللي كنتمنوا انه يكون نال الاعجاب ديالكم. قبل ما نقول لكم سلامة، نقول نوجه الشكر لكل المشاهدين اللي بعثوا لنا الايميلات ديالهم مع الاقتراحات، حنا غادي ناخذوها بعين الاعتبار وان شاء الله ديما نقدموا لكم الاحسن والاحسن. كنبغي نقول لكم عاود عيد مبروك مسعود على كل الجالية المسلمة، ونتمنوا انكم تبقاو كتشاهدونا دائما والى الابد. نعم شيماء، فعلا نحن وصلنا لنهاية هذا البرنامج اللي كذلك يعني برنامج إن شاء الله كان الإعجاب كل الجماهير العربية اللي متواجدة في مدينة موريال. وبهالمناسبة السعيدة نحب نقول ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي نعاد عليكم جميعا للإخوة الأمازيغ، الشعب الأمازيغي والجالية الأمازيغية المتواجدة في مدينة موريال اللي احتفلت كذلك بليلة رأس السنة، وإن شاء الله مبروك عليكم هذا العيد. وإحنا سجلنا برنامج خاص على احتفال الجالية الأمازيغية بهذه المناسبة السعيدة، وتيسا كانت في الموعد مع كاميرا تلفزيون المغرب العربي الكبير، وستكون إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. ونشكركم جميعا، ودائما اقتراحاتكم وأراءكم ممكن تتصلوا بنا على رقم الهاتف التالي 514-723-0157 تلفزيون المغرب العربي الكبير. هذا بالنسبة لاقتراحاتكم وأراءكم، وكذلك بالنسبة لإعلاناتكم ممكن تتصلوا بنا أصحاب الشركات والمحلات يتصلوا بنا لتقديم إعلانات. أسعارنا مميزة جدا في بداية هذا البرنامج، وأهلا وسهلا فيكم. ونقول لكم موعدنا ولقائنا القادم إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من تلفزيون المغرب العربي الكبير. إلى اللقاء شيماء، وإلى اللقاء سادة المشاهدين، موعدنا معكم الحلقة القادمة إن شاء الله. موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، موعدنا أرضك يا بلدنا. الأيام تأسى الأيام.